بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس جديد من مدرسة تطوير للدروس الإلكترونية، ودرسنا اليوم هو للصف الرابع الابتدائي في مادة العلوم من الفصل الدراسي الثاني، وعنوان درسنا لهذا اليوم هو حل بعض أسئلة الكتاب من الصفحة 99 حتى الصفحة 103. الدرس من إعداد المعلم رائد بن يوسف المالكي وتقديم محمد بن يحيى المجدوع. بدايتنا أعزائي الطلاب والطالبات تكون مع أهداف الدرس، وأهدافنا لدرس اليوم هو التأكد من فهم محتويات المقرر الأساسية لما سبق. الهدف الثاني التدرب على حل الأسئلة المتعلقة بالمقرر. الهدف الثالث القدرة على بناء المهارات لفهم الأسئلة. تكلمنا في الفصل السابق عن القوى، وذكرنا أن القوى تؤثر على الأجسام وينتج عن ذلك الحركة، والجسم المتحرك نستدل على أن الجسم يتحرك هو أنه يتغير الموقع. عندما يتغير موقع الجسم فهذا من علامات أن الجسم يتحرك ويتغير موقع. كذلك أثناء حركة الجسم نصف حركة الجسم بالسرعة، والسرعة هي المسافة المقطوعة في وحدة الزمن. وسرعة الجسم يكون لها اتجاه، فعندما يكون لسرعة الجسم اتجاه تكون السرعة المتجهة. كيف تغير القوى الحركة؟ القوة تؤثر على حركة الجسم، فيتسارع الجسم وتكون له سرعات مختلفة، تتغير سرعته واتجاهه. القصور الذاتي هو تأثر الجسم بالكتلة، وأن الجسم يكون لديه قصور في ذاته عن تغيير وضعه إما بالحركة أو التوقف عن الحركة حتى تؤثر عليه قوة خارجية. كذلك تكلمنا عن قوة الاحتكاك، هي قوة مؤثرة على حركة الجسم، وهي تكون دائما قوة معاكسة لاتجاه حركة الجسم. كذلك قوة الجاذبية، وهي تجاذب الأجسام وأن الأجسام لديها قوة جذب لبعضها البعض. كيف تغير القوة في الحركة؟ ذكرنا أن القوة المتزنة أن الجسم المستقر في الحركة هو يقع تحت تأثير قوى متزنة. عندما يكون جسم متوقف فهو تحت تأثير قوى متزنة. أما القوى الغير متزنة فتجعل الجسم يتحرك ويكون حركته في اتجاه القوة الأقوى من هذه القوى الغير متزنة. كذلك تكلمنا كيف تغير القوى في التسارع، حيث أن القوة تغير في تسارع الجسم. القوة تغير في تسارع الجسم ونقص يكون الجسم له سرعات مختلفة واتجاه مختلف. كذلك الكتلة والقصور الذاتي تكلمنا عنها، والاحتكاك والحركة. الآن نبدأ في حل الأسئلة. ركز معي الآن عزيزي الطالب، الآن نحن في بصدد حل أسئلة الكتاب صفحة 99. السؤال الأول، الوحدة المستخدمة لقياس القوة، الوحدة المستخدمة لقياس القوة تسمى ماذا؟ لما نقيس القوة في وحدة للقياس، لما نقيس القوة في وحدة للقياس
ايوه، اذا نيوتن. اذا الوحده المستخدمه لقياس القوه تسمى نيوتن. طيب ناتي الى السؤال الثاني، ما القوه المسؤوله عن توقف جسم متحرك عن الحركه؟ القوه المسؤوله عن توقف جسم متحرك عن الحركه، ها، نقول الاحتكاك ام الجاذبيه ام نيوتن ام القوى المتزنه؟ فكر، نحدد الاجابه. اذا القوه المسؤوله عن توقف جسم متحرك عن الحركه هي قوه الاحتكاك. نعم ممتاز، اذا قوه الاحتكاك. أكمل كل من الجمل التالية بالمفردات المناسبة. أكمل كل من الجمل التالية بالمفردات المناسبة. القوى المتزنة نيوتن، القوى غير متزنة الجاذبية، السرعة، وقوة الاحتكاك. خلونا نشوف. أول جملة، فراغ متساوية في المقدار ومتعاكسة في الاتجاه. متساوية في المقدار ومتعاكسة في الاتجاه. أيوة، إذن نعم القوة المتزنة، ممتاز، القوة المتزنة متساوية في المقدار ومتعاكسة في الاتجاه. طيب نأتي الآن إلى سؤالنا الثاني، فراغ نضع جملة مناسبة أو كلمة مناسبة في الفراغ، هي المسافة التي يتحركها جسم في وحدة الزمن. ها، حدد. أيوة، إذن نعم السرعة، السرعة هي المسافة التي يتحركها جسم في وحدة الزمن. طيب ثلاثة، القوى غير المتساوية في المقدار، القوى غير المتساوية في المقدار تسمى ماذا؟ ها، أيوة، حدد من هنا. أيوة، أي ممتاز، إذا القوى غير المتزنة، القوى غير المتزنة. طيب نكمل السؤال الرابع، الوحدة المستخدمة لقياس وزن الجسم، الوحدة المستخدمة لقياس وزن الجسم تسمى ايش نختار؟ إذا شوف، أيوه نعم جميل، إذا نيوتن. إذا الوحدة المستخدمة لقياس وزن الجسم تسمى نيوتن، جيد ممتاز. طيب نأتي الآن سؤالنا الخامس، القوة التي تعمل على سحب الأجسام بعضها نحو بعض، سحب الأجسام بعضها نحو بعض تسمى، ها ايش بقي عندنا؟ يلا، إذا الجاذبية. إذا القوة التي تعمل على سحب الأجسام بعضها نحو بعض تسمى الجاذبية. طيب سؤالنا السادس، فراغ نضع فيه الكلمة المناسبة نختارها، قوة تنشأ بين سطحين متلامسين وتعيق حركتهما على السطح الفاصل بينهما. ها، أيوة أكيد، واضحة واضحة جدا. أيوة نشوف، نعم قوة الاحتكاك، ممتازين ما قصرت. إذا قوة الاحتكاك، قوة تنشأ بين سطحين متلامسين وتعيق حركتهما على السطح الفاصل بينهما. حلو، سؤال صفحة 103، استنتج، نحتاج نستنتج الإجابة، ما القوة التي تؤثر في جسم متسارع باستمرار؟ جسم متسارع باستمرار، ما القوى المؤثرة؟ ها؟ أيوة،
نحتاج استنتاج للإجابة. إذا نقول قوى غير متزنة، قوى غير متزنة هي التي تؤثر على جسم متسارع باستمرار. لاحظ القوة رقم واحد والقوة رقم اثنين، الجسم يتجه اتجاه حركته في نفس اتجاه القوة الأكبر. لاحظ قوة قاف رقم واحد أو القوة رقم واحد هي الأقوى والأكبر، فيتجه الجسم في اتجاه القوة الأكبر، ولهذا نقول القوة التي تؤثر في جسم متسارع باستمرار هي قوة غير متزنة، ليست متزنة، في واحدة أقوى من الأخرى، ولو كانت متساوية لكان إيش؟ غير متسارع. طيب نأتي إلى السؤال اللي بعد، أيضا لازلنا في صفحة 103، التفكير الناقد. فريقان متساويان في القوة ويلعبان لعبة شد الحبل، هل يمكن اعتبار قوتيهما متوازنتين؟ لاحظ قلنا متساويان في القوة، متساويان في ماذا؟ قوتهم متساوية، هل يمكن اعتبار قوتيهما متوازنتين؟ ها إذن نعم ممكن اعتبارهم متزنة، لأن القوتين ذكرنا هنا أنها متساويتان في المقدار ومتعاكستان في الاتجاه. لاحظ قوة هذا الفريق 300 نيوتن والفريق الثاني 300 نيوتن، إذن قوتهما نفس المقدار ولكن أيضا متعاكسين في الاتجاه، إذن قوة متزنة متساوية في المقدار ومتعاكسة في الاتجاه، إذن نستطيع أن نطلق عليها قوة متزنة. نكون هنا أعزائي الطلاب والطالبات، وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، أتمنى لكم التوفيق وأن تكونوا قد وصلتم أو حصلتم على الأهداف المرجوة من تحقيق أو من حضور الدرس. تمنياتي لكم بالتوفيق، أستودعكم الله وفي أمانه، في أمان الله.